السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي ايمان برويس. عارفه راسي عاوتاني خبرت عليكم بزاف كنستاهل العصر من عندكم صراحه. اليوم تلاقيت مع واحد البنت زوينه غزاله بحالكم اللي قالت لي ايمان فين خبرتي عشان بقيتي كتصوري لنا والو؟ قلت لها لا راه مع القرايه مع الامتحانات خدمه طططط. قالت لي ما كاين حتى شي حاجه تشغلك علينا، انت بديتي في يوتيوب خصك تكملي في يوتيوب، ما خصكش تحبسي. قنعتني زعما نرجع لكم ونصور لكم هذا الفيديو اليوم. ولكن الموضوع ديال اليوم عاوتاني غادي يكون عنده علاقه بيوتيوب. الناس اللي عندهم قناه في يوتيوب ولا الناس اللي كيفكروا انه يفتحوا واحد القناه جديده في يوتيوب، هذا الفيديو هذا ديالكم. وحتى الناس اللي ما عندهمش قناه تفرجوا، نقدر باقي نقنعكم شي حاجه، نقول انا نقنعكم انكم ديروا شي يوتيوب ممكن. خلينا نبداو هذا الفيديو ديالنا قبل ما نبداو. المهم دابا حيت شحال هادي غبرت ما صورتش لكم فيديو، فهاد الفيديو ما غاديش يوصلكم كاملين وغادي يكونوا فيه لي في ناقصين، هادشي عارفه حيت تعطلت لان اليوتيوب ما كيبغيكش تعطلي. الفوا انت كتعطلي على الفيديو ما كتلوحيهمش بحال الفيديو بحال كينساك. الا كنتي اجور كتلوحي يوميا الفيديوهات ولا جوج مرات في السيمانه، اليوتيوب كيبقى عاقل عليك وكتبقى لاشين ديالك طالعه على الناس. الفوا انت كتغبري حتى الفيديوهات ديالك كيغبروا والقناه ديالك كتغبر، وهادشي غيكون واقع ليا ويمكن يكون واقع ليا لانه شحال هادي مصورت. ف يعني بين اخر فيديو هاد الفيديو غتكون شي شهر وشي حاجه تقريبا، يعني قليل اللي غيوصل هاد الفيديو. سو باش تعاونوني خصكم ديروا لايك وديروا لي كومونتير وتحاولوا انكم تصيفطوا لشي واحد يتفرج فيه، غير واحد ماشي ضروري يكونوا جوج ولا ثلاثه، غير واحد هكا باش نرجعوا الحيويه في القناه ديالي. وعلاش لا نرجع حتى انا كذلك. المهم شوفوا بقاو قنعوني سمعوا عندي الانستغرام وبقاو هضروا معايا وقولوا لي ايمن كنتسناو. انا انسانه كنتسنط الهضره، زعما الا قلتي رجعي غادي نرجع، قلت نسيتوني حتى انا غادي ننسى راسي وما غاديش نرجع. المهم خلينا نبداو في هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على الترند، كيفاش تستافد من الترند، كيفاش تخلي القناه ديالك طالعه في الغوشيرش ولا في الموتور دو غوشيرش، كيفاش تخلي القناه ديالك كتبان للناس وكتطلع كتطلع للناس كاملين، يعني تدخل حكا اليوتيوب كتلقى لاشين ديالك طالعه. كاينين بزاف ديال العوامل اللي ممكن نقدروا نقولوا شروط لابد انها تكون متوفره في الفيديو ديالك باش يحقق مشاهدات كبيره. اول حاجه ما تلعبش على الحظ، حيت ماشي ديما كيصدق لك الحظ. يعني نقول انا غادي نصور هذا الفيديو، يقدر لك المحتوى غادي يطلع تراندي ولا ماشي يطلع تراندي، لا نصور نقول انا وزهري صدق هو هذاك ما صدقش هو هذاك، زعما كانوا فيه مشاهدات هو هذاك ما كانوش فيه مشاهدات، ماشي مشكل غنصور فيديو اخر وبقى نصور حتى صدق لي فيديو واحد. ف نو لانه الفيديوهات اللي كيطلعوا ترند راه كيكونوا ملعوبين عليهم بزاف، وحنا ما كنشوفوش داكشي كنقولوا صدقني الفيديو، وانما هو راه ضارب لي 1000 حسبه. يقدر يكون تمثيل، يقدر يكون المهم ماركتين، المهم داكشي يعني بزاف. فكنقول لكم ما تعتمدوش على الحظ ديالكم دائما، بغيتوا يوتيوب تبعوا تفرجوا الفيديوهات تستافدوا من النصائح خدموا عليه، الا بغيتوا تصدق لكم خدموا عليه. دير شي خطه شي استراتيجيه، المهم اي حاجه ديرها باش تقدر تخلي ان القناه ديالك تطلع. هنا ملي كيبان انك خصك دير واحد الخطه اللي خصك تمشي عليها ديما البلانين. هادشي هادشي اللي كيعاون ان القناه ديالك تطلع. كاين واحد الطريقه اللي هي كتسمى تراند، اللي هي يعني شنو هي تراند؟ تراند هما دوك الفيديوهات اللي دايرين البوز، الفيديوهات اللي كيتفرج عليهم اعلى مشاهده واللي كيهضروا عليهم الناس بزاف واللي طلعوا في وقت قصير. فانت ملي كتشوف هاد التراند هذا خصك تستغلو صالحك باش تخلي لاشين ديالك حتى هي تطلع، يعني عن طريق هاد التراند هذا راه غادي القناه ديالك غادي تطلع. كاينين طرق اخرين غير في هاد الفيديو، غادي نهضر فقط على هاد الطريقه هذه باش ما يكونش الفيديو فيه بزاف ديال الهضره وفيه بزاف ديال بلا بلا بلا. كيف ما كندير كندير لكم بزاف ديال الطرق. اليوم غنهضروا غير على التراند، كيفاش تستافد من هاد التراند هذا. دونك قلت لكم شنو هو التراند، يعني شي حاجه تراندي، شي حاجه اللي هي دايره البوز حاليا، فانت خاصك تستافد منها. كيفاش؟ تفرج معايا في هذا الفيديو. الترند هذا كيخلي ان القناه ديالك تطلع في الغوشاش، وكيخلي المشاهدات ديالك وسبسكرايب حتى هما يطلعوا. دونك كيفاش؟ اول حاجه خاصك دائما تبقى تدخل جوجل ترند. اشنو كيف هذا جوجل ترند؟ فاش كتدخل هذا السيت هذا اللي هو جوجل ترند، كتعرف اشنو هما المواضيع اللي تراندي، كتعرف شنو هما المواضيع اللي دايرين دابا، اللي عليهم البوز، اللي كيهضروا عليهم الناس بزاف. كيفاش غادي تعرف؟ خاصك تدخل جوجل ترند. هاد النقطه هادي مفهومه. دونك تماك في جوجل ترند كتلقى المواضيع اللي هما تراندي، اللي هما تراندي كتلقى بزاف ديال العناوين. هاد العناوين هما العناوين ديال دوك الفيديوهات اللي دايرين البوز اللي تراندي. دونك شنو غادي دير نتايا؟ خصك تكون سمارت، غادي تاخذ واحد العنوان من هادوك العناوين
وغادي تخدم عليه فيديو ليك نتايا، فيديو خاص ليك انت بنفس العنوان. طبعا داك العنوان كليكي عليه غيخرج لك الفيديو، غيخرج لك الفيديو تفرج فيه، خذ شي معلومه شي حاجه ما بغيتيش، باش ما تكونش زعما كتقلد ولا شي حاجه، غتاخذ غير العنوان غدير نفس العنوان ولكن الفيديو غتصوره بطريقه ديالك نتايا. انت غتحاول انك تذكر شي حاجه، تهضر على شي حاجه، المهم داك الشيء غادي تقول عنده علاقه بداك العنوان، وكتستعمل نفس العنوان. هذا كيخلي القناه ديالك طالعه اوليفي كيتزادوا، لان اصلا داك الموضوع داير واحد الضجه، وانت يا استغلتيه صالح ديالك. وهذه فكره. حاجه اخرى ونصيحه اخرى، هي حاول دير فيديو يكون المده ديالو طويله، ما تكونش المده ديالو قصيره، حيت ممكن المده ديالو طويله، لان كتخلي هذاك المشاهد داك الفيديو يكون في يوتيوب في واحد المده طويله. طبعا هذا اليوتيوب شنو هو الهدف ديال هذا اليوتيوب؟ الهدف ديالو ان انا المتفرج يبقى يتفرج المده اللي هي طويله. انت درتي ليه فيديو اللي هو صغير، فدغيا غادي تفرج، دغيا غادي هذاك الفيديو غادي يخرج من يوتيوب. هنا لا، اليوتيوب هو صالح ديالو انك دير فيديو طويل، وصالحك نتايا باش تخلي هذاك المشاهد يتفرج داك الفيديو، كتربح منه اعلانات اللي كتدير اعلان وصل الفيديو، وكذلك كتربح مشاهدات، وكتخلي القناه ديالك طالعه. يعني حتى لا دوري ديال الفيديو راه كتحكم، حتى لا دوري ديال الفيديو راه عندها علاقه باش ان القناه ديالك تطلع ويكون عندك مشاهدات كبيره. دونك هنا ذكرنا جوج ديال النقاط، هضرنا على جوجل ترند اللي فيه العناوين ديال المواضيع اللي دايرين البوز، كتاخذ شي عنوان كتخدم عليه فيديو خاص بك انت. النقطه الثانيه هضرنا على ان الفيديو خاص تكون المده ديالو طويله، اصلا خاص يعني باش يكون عندك يعني دخل فلوس من يوتيوب، ولا باش يكون عندك اعلان وسط الفيديو، يعني المينيموم خاص تكون عندك 8 دقائق. يعني اقل من 8 دقائق ما يمكنش لك دير اشهار وسط الفيديو، هذه معروفه. دونك من 8 دقائق الفوق، حنايا خصنا نحاولوا اننا نديرو 10 دقائق 11 دقيقه، تقدر انت دير اكثر. دونك على حسب الفيديو، على حسب يعني الموضوع ديالك شحال كيطلب من دقيقه. ثالث حاجه هي خصك تروج الفيديو ديالك، ولا تروج القناه، نقول حنا الفيديو، لان حنا بغينا كنلعبوا دابا على الفيديو ما كنلعبوش على القناه كامله. خاصك هذاك الفيديو اللي صورتيه من بعد ما استعملتي جوجل ترند، درتي عنوان نفس العنوان، خاصك دير ليه الترويج، خاصك تروج على الفيديو هذا في لي باج ديالك. كان عندك فيسبوك باج بيرسونيل ديالك تقدر ديرها، كان عندك باج شي حاجه اخرى ما خصك ديرها، تبارطاجيه في لي جروب، تبارطاجيه مع صحابك، تبارطاجيه في واتساب، تبارطاجيه اوسي في انستغرام، انك تحاول ان داك اللين تبارطاجيه بزاف. هذا كيخلي عاوتاني ان يعني يكونوا المصادر الزياره للقناه ديالك تكون مختلفه، ماشي غير من بلاصه واحده. رابع حاجه هي استخدام صوره مصغره تكون جذابه، يعني دوك الصوره الصغيره ديال اليوتيوب خاصها تكون يعني فيها شي كلمات اللي هما كي اتيريو الناس يتفرجوا، يعني من غير العنوان حتى الصوره المصغره كتلعب كبير، لانه ما عارفش شنو كاين وسط داك الفيديو، ولكن هذيك الصوره اللي كتبان لهم شي حاجه واو فغادي يتفرجوا فيه. كانت شي حاجه اللي هي عاديه طبعا ما غاديش يدخلوا لي يتفرجوا لك الفيديو، بحال نعطيكم مثلا الديكور ديال الدار، بحال كاشي دار ديكوريه من برا كتقول واو انا بغيت ندخل الدار نشوفها كيفاش دايره من الداخل. دونك هكا يعني فهمتوا، يعني داك الديكور ديال برا اتيراكم. فنفس الشيء بالنسبه للفيديو ديالك، خصك تستعمل صوره مصغره. انا صوره مصغره كندير غير من انستغرام كنقادها، مازال هو خاصني نطور، اكيد خاصني نطور، غير مازال ما لقيتش الفرصه باش نتعلم شي صوره مصغره، لان لقيت هاد اصلا الصوره المصغره كنستعمل لقيتهم مسلكيني، يعني معاونيني، كل ما كانوش مسلكيني غنقلب على حوايج اخرين. ولكن المهم يعني من بعد غادي نحاول انا ندير ديزابليكاسيون، كاينه كافا، كاين بزاف ديال ديزابليكاسيون. بغينا نهضروا في هذا الشيء نهضروا عليه فيديو اخر ان شاء الله، باش ما يكونش هذا فيديو طويل. خامس حاجه اللي هو الوصف ديال الفيديو، من تحت من الفيديو اللي كنقول لكم داك صندوق الوصف، هذاك خاصو يكون مقاد بزاف. الوصف ديال الفيديو خاصكم تهضروا على الفيديو، في الوصف ديالو خاصكم تهضروا على شنو كيهضر هذا الفيديو. اكتب مثلا هذا الفيديو يتكلم عن، مثلا الفيديو ديالي غادي نقول في هذا الفيديو تكلمت لكم على بعض الطرق اللي كتخلي القناه ديالكم تربح مشاهدات كبيره، وتكون يعني طالعه في البحث بحال هكذا، يعني كتعطي واحد البريف على الفيديو. من بعد كدير السوشيال ميديا ديالك، انستغرام، فيسبوك ديالك، الباج ديالك، عاد عاوتاني كدير لي هاشتاغ كديرهم، كتسماو لي تاكس كديرهم حتى هما لتحت، عاوتاني كدير الا استعملتي شي اغنيه كدير اللين ديالها في صندوق الوصف. المهم كتقول لهم ديروا لي لايك، هضرتي على شي حاجه كتقول لهم راه غتلقاو معلومات اكثر في صندوق الوصف. دونك هذاك صندوق الوصف ما تخليش خاوي، حتى هو خاصو يكون عامر بليزانفورماسيون،
هادي بزاف الناس اللي كينساوها وضروري ضروري راه كتنفع. وحاجه اخرى هو انك خصك دائما تفرج في يوتيوب، دائما تفرج الجديد، تشوف الناس المواد الجزائر كيهضروا، تاخذ منهم افكار اشنو الموضوع اللي حاليا تيهضروا عليه الناس، اشنو هما الفيديوهات اللي مطلوبه الان بحال دابا في رمضان، شنو مطلوب شي واد شي حاجه بحال. يعني خصك تكون دائما كتفرج في يوتيوب. ما يخلعكمش هذا الشيء كامل، ما تسمعونيش قلت لكم بحال هكا تقولوا لا، يعني اليوتيوب فيه بزاف ديال الحوايج انا ما عارفاش، غير بشويه بشويه عليكم. انا راه مره هادشي كنسمع بخوارزميات اليوتيوب، انا راه مره كندير لكم فيديو راه غير من داكشي، يعني بلاص ما ندير لكم فيديو واحد نهضر فيه كلشي، كل مره كندير لكم ستيب باي ستيب شويه بشويه بشويه حتى كتكونوا ان شاء الله وصلتوا. غير خليكم معايا في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي تستافدوا منه، غادي نديروا فيديوهات اخرين ان شاء الله حتى هما تستافدوا منه، وان شاء الله القناه ديالكم توصل يعني فيما بغيتوا ان شاء الله. غير انا هو واخا هكذا يعني كتشوفوا انا غايبه على اليوتيوب، فكاينين الناس اللي كنخدم معاهم اللي كنتعاون معاهم باش يطلعوا القناه ديالهم، غير هما الناس اللي كنخدم معاهم ماشي اي ناس زعما كيجيو كيقولوا لي باش تخدم معاهم، تنقول لهم اه ماشي غير اه، كنقول لهم واش موافقين انكم ديروا اي حاجه قلتها لكم، يعني الا قلت انا دابا صور كيقول لك اه، كنقول طب انا غنخدم معك، واش تقول لي انا نقول لك مثلا نعطيك شي اقتراح مثلا هضري على هذا الموضوع راه مروج غيطلع لي القناه، يقول لي لا انا غدا مساليش ولا ما قنعتش نصور، لا كنخدم مع الناس اللي بغاو يخدموا معايا نيشان، فهمتوا؟ قلت لي صور دابا في الليل صور، ما سوقيش انايا، لانه الفيديوهات اللي كيكونوا ترند خصك تستغلهم ديك الدقيقه الاولى تستغلو، انا ماشي خليتي الفيديو وعاودتي مثلا هضرتي على داك الموضوع اللي كان ترند من قبل كان داير البوز وداز مده طويله ما تستفد منه والو، خاصك ديك الساعات تستفد منه. داكشي علاش هضرت لكم اليوم على كيفاش تستفد من ترند. المهم هادشي كامل تكلمت عليه في هذا الفيديو هذا. المهم كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، يكون خفيف ظريف عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات ماجيه الفيديوهات الجايه. كانت معكم ايمان من قناتي ايمان بروز، ما تنساوش كيف العاده تشتركوا في القناه ديالي، وشكرا بزاف بزاف، رمضان مبارك كريم، باي.